السلام عليكم. راح نبدأ إن شاء الله الآن بالفصل الثاني، الاستثمارات المالية بالأسهم والسندات. هذا الموضوع بيتكلم عن المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية بتفاتر حامل السهم أو حامل السند اللي هو المستثمر. فإحنا أخذنا بالفصول السابقة لما يكون عندي إصدار سندات تعتبر التزامات طويلة الأجل، وأخذنا حقوق المساهمين إنه إحنا نصدر أسهم. الآن لا، بدنا ننتقل من وجهة نظر حامل السند، من وجهة نظر المستثمر اللي بيقوم بالشراء. الآن عند وجود نقدية فائضة لدى بعض المنشآت، تلجأ تلك المنشآت إلى استثمار تلك النقدية لفترة زمنية قد تكون قصيرة أو طويلة. ممكن تكون في شراء أسهم وسندات الشركات الأخرى، الهدف تحقيق مكاسب رأس مالية ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الأوراق. الأرباح الناتجة عن ارتفاع سعر السهم أو السند بنسميها أرباح رأس مالية. طيب، وكذلك الحصول على توزيعات الأرباح الديفيدنس من الشركة المصدرة للأسهم، هذا في حال إذا كانت أسهم طبعا، أو للاحتفاظ بها حتى الاستحقاق إذا كانت سندات للحصول على إيراد فائدة. إذا إيرادات الأوراق المالية تتمثل في أرباح الأسهم، توزيعات الأرباح المستلمة، عوائد اللي هي ناتجة عن استلام فائدة دورية للسند، وأرباح عند بيع السهم أو السند نفسه وتحقيق أرباح رأس مالية. الآن إذا اشترى المستثمر عدة أنواع من الأوراق المالية، بنسمي هذا الاستثمار محفظة أوراق مالية، إنه المستثمر عنده بورتفوليو. الهدف من وجود عدة استثمارات إنه حتى يكون في عندنا توزيع للمخاطر والتحوط من مخاطر الناتجة عن هبوط القيمة السوقية لأداة مالي. لذلك أغلب المستثمرين يميلون لتنويع استثماراتهم. يعني بنشوف مثلا شركة بتشتري أسهم بنوك، أسهم شركات صناعية، أسهم شركات زراعية. الهدف إنه لو صار في خسائر أو تضرر لقطاع معين، القطاعات الأخرى يكون في لها أو في عندها أرباح. الاستثمارات في الأوراق المالية تمتاز بالسيولة. يعني المستثمرين عادة ممكن يشتري أرض، ممكن يشتري بضاعة كميات كبيرة ويعتبر أنه استثمر في البضاعة بكميات كبيرة. الأوراق المالية، الأسهم والسندات، ميزتها سهولة تحويلها إلى نقد، لذلك لها أسواق نشطة، Active Market. طبعا الاستثمارات المالية في الأسهم والسندات تسمى أصول مالية. احنا عندنا الأصول أنواع، في أصول ملموسة زي المباني والأراضي والآلات، في عندنا أصول غير ملموسة مثل الشهرة، علامات تجارية، براءات اختراع، وفي عندنا أصول مالية. السند والسهم ليس له وجود مادي، يعني أنا لما أشتري أسهم بأخذ ورقة بس، شهادة. نفس الشيء السندات، لكن هذه الأسهم والسندات بتعطيني الحق في استلام أموال، وبالتالي لأنه سينتج عنها حيازة أو استلام أموال نقد في المستقبل مثل الفوائد وتوزيعات الأرباح وتحصيلات بيع الأسهم والسندات أو تحصيل قيمة السندات عند استحقاقها. هاي كلها بتخلينا نسمي الأصول هاي أصول مالية، لأن الاعتبار فيها استلام أموال. طب ما هي الفروقات بين الأسهم والسندات؟ الآن نشوف هاي هنا، هذا الجدول بيساعدنا في تلخيص الفرق بين الأسهم والسندات. العلاقة بين المستثمر والجهة المصدرة. حامل السهم يعتبر أحد مالكي المنشأة مصدرة الأسهم، وهي بذلك تعتبر أداة ملكية. إذا لو شركة اشترت أسهم، من يحمل السهم هو يملك تلك الشركة. يعني لو حكينا مثلا البنك العربي، في مستثمر بملك 100,000 سهم في البنك العربي، إذا هو يملك 100,000 من مثلا رأس مال البنك العربي، نفترض 100 مليون. هو تقريبا كان 100 مليون بس يمكن رفعوه. 100 مليون
لو افترضنا مستثمر بيملك مليون، إذا مليون على 100 مليون يعني بيملك 1% منه، وبالتالي هي أداة ملكية بنسميها. إذا استثمارنا في الأسهم يسمى أدوات ملكية. أما استثمار السند، إذا مستثمر اشترى سندات هو يعتبر مقرض للشركة مصدرة السندات، وهي بذلك تعتبر أداة دين. إذا السندات تعتبر أداة دين لأنه عقد دين بين المستثمر والشركة مصدرة السهم، والأسهم أداة ملكية بين حامل السهم اللي هو المستثمر والشركة المستثمر بها اللي أصدرت السهم. طب العائد إيش اللي بيجيني عائد أنا من الأسهم؟ بيجيني أرباح سنوية، توزيعات أرباح اعتمادا طبعا على نتائج الأعمال وسياساتها، أو ممكن يجيني كمان أرباح من بيعها وتحقيق أرباح رأس مالية. السندات بتعطي فائدة ثابتة، يعني أنا بشتري سندات ب100 ألف بتعطيني 10% بالسنة. طبعا الفائدة ممكن تقبض كل 6 شهور، كل 3 شهور، كل سنة حسب الاتفاق. مين مخاطره أكبر؟ مخاطر الأسهم أكبر. ليه؟ لأنه أنت عند التصفية مين اللي بياخذ حقوقه أول؟ اللي بياخذ حقوقه أول حامل السند والمقرضين والدائنين. مين آخر جهة بتاخذ يعني حقوقها عند تصفية الشركة المستثمر فيها؟ اللي هم مين؟ حملة الأسهم العادية، وبالتالي مخاطر عندهم عالي. السندات المخاطر أقل، لأنه في حال التصفية حكينا بحصل حامل السند على حقوقه قبل حامل السهم، وبعدين حامل السند عادة بيكون السندات في بعض منها مرهون، يعني بيتم رهن عقار مقابل إصدار السندات. النقطة الرابعة والأخيرة، الأسهم لا يوجد لها تاريخ استحقاق without maturity، أما السندات فلها تاريخ استحقاق محدد عادة. تمام. التصنيف، الآن إحنا إذا اشترينا أسهم أو سندات، إيش القيود اللي لازم نكتبها؟ يعني إيش مطلوب مني أكتب قيود، أو إيش اسم الحساب لما أشتري سهم أو سند؟ وممكن أنا الأسهم شاريها للمتاجرة، ممكن أنا بدي أشتريها طويلة الأجل استثمار استراتيجي. السندات ممكن كمان بدي أشتريها للمتاجرة، ممكن بدي أشتريها للاحتفاظ بها للاستحقاق بس في الحصول على الفائدة بدون ما أتاجر، ممكن يكون يعني المزيج الهدف من الاقتناء. لذلك إجا معيار الإبلاغ المالي الدولي اللي هو احنا بنسميها المعايير الدولية للتقارير المالية، يعني هيك أو هيك نفس الشيء، معيار 9. معيار 9 اللي هو IFRS 9. هذا المعيار اسمه الأدوات المالية، بيحكي عن معالجة الأصول المالية والالتزامات المالية وما إلى ذلك. معيار 9 بيحكي لنا أن الأصول المالية تقسم إلى 3 فئات: أصول مالية بالكلفة المطفأة Financial Assets at Amortized Cost، هاي من اسمها أصول مالية تقاس عند إعداد القوائم المالية بالتكلفة. ب أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، هاي أصول مالية تقيم عند إعداد القوائم المالية، سواء قوائم نهاية الربع الأول أو الثاني أو الثالث، أو إذا الشركة بتعمل بس قوائم سنوية بالقيمة العادلة، والفرق التقييم بروح في الربح والخسارة يعني بقائمة الدخل. وفي فئة أخرى اسمها أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. هذا الفيديو الأول، مقدمة بسيطة. بالفيديو الثاني إن شاء الله بنبدأ من هون من عند التصنيف، وبنبدأ نحكي يعني تفاصيل أكثر عن المعالجات المحاسبية. يعطيكم العافية.